افتتحت المجموعة الفرنسية فاليو يوم الجمعة بمنطقة صناعة معدة السيارات أوتوميتيف سيتي بطنجة رسميا مركزا صناعيا متخصصا في صناعة أجزاء السيارات باستثمار يصل إلى 130 مليون أورو. ويندرج المركز الصناعي الجديد الذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيد العالمي ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط فؤاد البريني والرئيس المدير العام جاك أشانبورا ضمن إقامة المنظومة الصناعية لمجموعة فاليو التي شكلت موضوع اتفاقية وقعت أمام أنظار الملك في دجنبر 2019. ويضم المركز الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع ويجمع كافة الأنشطة الإنتاجية للمجموعة بالمغرب وحدة صناعية أولى دخلت حيز العمل منذ عام 2017 وهي متخصصة في إنتاج أنظمة الإضاءة ومساحات الزجاج بينما ينتظر أن تفتتح الوحدة الصناعية الثانية قبل ما تتمي مايا الجارية لإنتاج الأنظمة الحرارية والأنظمة المساعدة على القيادة. ومن المنتظر أن يوفر المركز الجديد لمجموعة فاليو التي افتتحت أول مواقع صناعية بالمغرب عام 2012 حوالي 1000 منصب عمل مباشر قبل ما تتمي السنة الجارية خاصة من التقنيين والمهندسين والأطر الإدارية علما أن هذا المركز يضم وحدة للبحث والتطوير. وأبرز العالم في تصريح صحفي بالمناسبة أن مجموعة فاليو بصدد رسم قصة نجاح رائعة بالمغرب إذ تم افتتاح وحدتها الصناعية الأولى أشهرا قليلة بعد التوقيع على اتفاقية إقامة منظومتها الصناعية أواخر عام 2017 وسيجرى تدشين وحدة ثانية خلال مايو الجاري بينما تجرى المفاوضات لإقامة وحدة ثالثة موضحا أن منظومة فاليو تمكنت من جلب خمس مصانع أخرى لا تنتمي للمجموعة لتموينها ببعض الأجزاء التي تدخل في أنظمة السيارات التي تصنعها. وأشار الوزير إلى أن المجموعة التي تحقق حاليا رقم معاملات يصل إلى 76 مليون أورو ستعمل على إدخال تخصصات جديدة في صناعة السيارات بالمغرب وإغناء سلسلة القيمة في القطاع وصناعة أجزاء ذات تكنولوجيا دقيقة موضحا أن معدل الاندماج المحلي للمنظومة يصل إلى 64%. من جانبه قال الرئيس المدير العام لشركة فاليو إن افتتاح مصنع طنجة يعتبر حدثا كبيرا بالنسبة للمجموعة إذ يتعلق الأمر بمنظومة صناعية التزمنا من خلالها بجلب عدد من شركات المناولة المتعاملة مع المجموعة موضحا أن المصنع الأول الذي دخل حيز العمل ينتج تجهيزات دقيقة وحديثة خاصة أنظمة الإضاءة لفائدة عدد من مصنعي السيارات. وسجل أن نجاح المشروع يعزى إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي قدمته السلطات المغربية مؤكدا عزم المجموعة مواصلة تطوير استثمارها لرفع رقم المعاملات في المدى المتوسط إلى 500 مليون أورو. كما أثنى بشكل خاص على جودة اليد العاملة المؤهلة بالمغرب موضحا أن موقع طنجة يعتبر من المواقع الصناعية القليلة التابعة للمجموعة التي انطلقت بيد عاملة محلية تناهز 100%. في السياق ذاته اعتبر رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط فؤاد البريني أن جودة الموارد البشرية وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية تعتبر من بين المؤهلات التي تدعم تنافسية المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية معلنا أنه يجرى حاليا بالمنطقة بناء 15 وحدة صناعية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مربع وستوفر أزيد من 4300 منصب شغلة. يشار إلى أن مجموعة فاليو التي اختيرت للسنة الثالثة على التوالي المقاولة الأكثر ابتكارا بفرنسا حققت العام الماضي رقم معاملات يصل إلى 19.3 مليار أورو وتشغل حاليا أزيد من 113 ألف شخص ب 186 موقعا صناعيا و 21 مركزا للبحث و 38 مركزا للتطوير و 15 منصة للتوزيع ب 33 بلدا عبر العالم.
تم تقديم فرص الأعمال والإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب في مختلف المجالات للمستثمرين والمقاولات النيوزيلندية في إطار مائدة مستديرة نظمت مساء الخميس في أوكلاند العاصمة الاقتصادية لنيوزيلندا. وخلال هذا الحدث الذي نظمته سفارة المغرب في أستراليا ونيوزيلندا، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم المزايا المهمة التي يحظى بها المغرب والتي يمكن أن تستفيد منها المقاولات الأجنبية التي ترغب في الاستقرار في المملكة. كما قدمت الدرهم لمحة عن النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل السياسات القطاعية التي تم تفعيلها خلال السنوات العشر الماضية بهدف ضخ دينامية جديدة في مجالات استراتيجية من قبيل الصناعة والفلاحة والسياحة. وفي هذا السياق أشارت الدرهم إلى أمثلة على قصص النجاح في مجالات تمكن فيها المغرب من تعزيز موقعه كرائد في المنطقة، وخاصة ما يهم صناعة السيارات والطيران. من جانب آخر، استعرضت كاتبة الدولة الفرص التي تتيحها مختلف النظم البيئية التي تمكن من زيادة الإنتاجية وتحقيق مردودية في الاستثمارات. كما سلطت الضوء على موقع المملكة كملتقى رئيسي للتجارة الإقليمية، مبرزة في هذا السياق التأثير الكبير لاتفاقات التبادل الحر التي تعتبر المملكة طرفا فيها والأسواق المهمة التي يفتحها أمام المقاولات، وكذا البنيات التحتية الرئيسية التي طورها المغرب والتي جعلت منه قطبا لوجستيا مما مكن من الوصول إلى مختلف الأسواق في إفريقيا وفي العالم. ولم يفت الدرهم الإشارة إلى المكانة المهمة التي يحتلها المغرب في القارة الإفريقية، لافتة إلى أن إفريقيا تعد قارة المستقبل، وذلك على الخصوص بفضل النمو الاقتصادي الذي تعرفه ودينامية مواردها البشرية. وجمعت هذه المائدة المستديرة التي نظمت بحضور سفير المغرب لدى أستراليا ونيوزيلندا السيد كريم مودريك في إطار الأسبوع المغربي في نيوزيلندا من 28 إلى 3 مايو عددا من أهم الشركات في نيوزيلندا. فاز الجناح المغربي بالمعرض الدولي لسوق السفر العربي 2019 يوم الثلاثاء بجائزة أفضل جناح لتصميمه المثالي المميز على شكل رياض مغربية. وقال مدير التمثيلية الإقليمية للمكتب الوطني المغربي للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي محمد صادق شاكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن تتويج الجناح المغربي بهذه الجائزة من أصل 365 جناحا مشاركا في المعرض من الشرق الأوسط وآسيا يأتي تقديرا لفن المعمار المغربي الذي يتميز بزخرفته الهندسية اللافتة. وأضاف أن الجناح شهد إقبالا كبيرا من طرف منعشين سياحيين من دول الخليج العربي والمشاركين في المعرض وكذا ممثلي وسائل الإعلام التي تغطي هذا الحدث الهام. وتعرف فعالية هذا المعرض الدولي والذي يعد أكبر ملتقى للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط مشاركة 90 بلدا من بينها المغرب، وتشارك المملكة في هذا المعرض بجناح على مساحة 220 مترا مربعا تؤطر التمثيلية الإقليمية للمكتب الوطني المغربي للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط بأبوظبي، ويضم متدخلين في قطاع السياحة والفنادق والأسفار من عدة جهات المملكة. ويتضمن برنامج المعرض الذي انطلقت فعاليته يوم الأحد بمشاركة أكثر من 2800 جهة عارضة من مختلف بقاع العالم عدة فعاليات وأنشطة، منها على الخصوص معرض تقنيات السفر المبتكرة ومعرض السفر الدولي للسياحة الفاخرة وأكاديمية وكلاء السفر والوظائف في السفر والتواصل الرقمي السريع بين المؤثرين في قطاع السياحة والسفر. ويوفر المعرض سوق السفر العربي الذي انطلق عام 1994 بمشاركة عدد محدود من الشركات والوجهات فرصة للعاملين في صناعة السياحة للالتقاء والتواصل والتفاوض والقيام بالأعمال التجارية التي تغطي قطاعات وجهات السفر وتقنيات الرحلات وشركات الخطوط الجوية والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات.
وشهدت دورة العام الماضي التي استقطبت 2600 شركة عارضة وحوالي 40 ألف زائر إبرام صفقات بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار.